الغاء ديال التربيه الاسلاميه من الموحد ديال السادس ما خاصوش يكون كاع، حيت بحال بطريقه الدراري ما يركزوش على التربيه الاسلاميه اللي هي الملجا الوحيد اللي كنقراو فيه ديجا التربيه الاسلاميه، يعني هو المدرسه. القران ما كيتشاش لا في الدار لا في الجامع، بدينا كنهربوا من الهويه ديالنا اصلا. انا اللي كنهضر معاك دابا وهربت منها، الله يسمح لي، فهمتش؟ الوغ من الاحسن دار اعاده النظر في هذا الاختيار اللي دار ويغيروا، حيت ما نو جو سوي كونتر هاد ليدي هادي، باسكو التربيه الاسلاميه مهمه بزاف في الحياه ديالنا وضروري بنادم يقراها ويدوز فيها الموحد ديالو. لا هي واحد الماتيير لي تري امبورطونت الاولاد وكل شيء، يعني خصها تقرا وخصها هي ديروا فيها واحد تكون عندها واحد المكانه خاصه، يعني ضروري تكون في الموحد. انا اولا اصلا ما موافقش على هاد القضيه اللي داروا. انا عندي وليدات فهمتيني، حنا ما غنديروش بحال ليكول كاع ليكول دي فرونسي تيقراو ساعه واحده في السيمانه كامله تاع التربيه الاسلاميه، ساعه في السيمانه كامله باش يقراو التربيه الاسلاميه، غنعكسو هادشي على ولادنا؟ لا ما يمكنش. انا ما موافقش على هذا القرار، عندي حتى انا ولاد ما موافقش على القرار. الدين مهم عندنا حنايا في الامور تاع القرايه، ولكن شكون اللي غيوريه لينا؟ حنا غنوريهم، ولكن شكون اللي غيقرر؟ المعلم تيكمل التعليم تاعنا، تكمل التعليم تاع الدري، تقريه العام كامل التربيه الاسلاميه وفي الاخر في الامتحان تلغيه؟ لا ما يمكنش. الغاء ماده التربيه الاسلاميه بالنسبه للمجتمع المغربي يعترف مخالفه كبيره لعده عوامل. اولا مجتمع مغربي ومجتمع اسلامي ونص الدستور على ذلك. لما انت تزيل ماده التربيه الاسلاميه ليس فقط من الامتحان، من التدريس ومن الامتحان، فانك تهدم واحد البنيه اساسيه وهي الخليه الاولى للطفوله. لا بنتي، التربيه الاسلاميه هي اللي عليها الام كله، علاش كدور كذا سميتو؟ التربيه الاسلاميه راه كيتعلموا فيها الدراري بزاف د الحوايج، منها الدين ديالنا، منها الاصول ديالنا، منها شحال من حاجه. وكنتمنوا ما حيدوش لنا هذا سميتو، لا ما حيدوش لنا من الامتحان. بطبيعه الحال ضد القرار ديال الغاء، يعني الغاء التربيه الاسلاميه من الامتحان الموحد، ولكن هي دابا غتبقى تقرا ماشي ما غتقراش، ولكن مادام ان الواحد اللي كيكتسب واحد الماده ضروري خصو يمتحن فيها باش نشوفوا واش هذيك الماده واش تلقنها كما يجب ولا لا. هذاك الامتحان هو اللي كيبين لنا داك التلميذ واش قرا ديك الماده ولا ما قراهاش. يعني غيكون كيقراها، الا كان كيقراها غيكون كيقراها عادي، ولكن ديك الامتحان هو لو بروف انه باش غيبين لنا واش كيقرا ديك التربيه الاسلاميه ولا لا. هاد المنهجيه اللي دارت باش يحيدوا التربيه الاسلاميه من السادس شويه غتحيد حتى من الكاتريام، شويه غتحيد من الريجيونال ديال السيزيام، شويه ما غنبقاوش نقراو التربيه الاسلاميه، شويه ما غيبقاش شي حاجه سميتو الاسلام، تولي تسمع الله، فهمتي؟ من جهه الاذان وبارك عليك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.